بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة في محاضرة جديدة من محاضراتنا بتاعة الإمبريولوجي، بنتكلم على موضوع اللي هو البلاسينتا، واحد من المواضيع المهمة جدا في علم الجنرال إمبريولوجي، إن احنا نفهم موضوع البلاسينتا. ده الكونتنس بتاعة المحاضرة بتاعتنا. أول حاجة عايزين نعرف ايه هي البلاسينتا. في الحقيقة ان البلاسينتا مكونة من جزئين، جزء اسمه فيتال بارت وجزء اسمه ماتيرنال بارت. يبقى البلاسينتا ادي البلاسينتا، في جزء ناحية الفيتس اسمه فيتال بارت، وفي جزء ناحية الام اسمه ماتيرنال بارت. الجزء اللي اسمه فيتال بارت is formed by the chorion frondosum، والجزء اللي موجود ناحية المذر معمول بالديسيديوا بيزالس. يبقى احنا عايزين بقى دلوقتي نشوف مصطلحين، يعني ايه كلمة كوريوم فروندوزم ويعني ايه كلمة ديسيديوا بيزالس. دي صورة للجنين تقريبا في نهاية الأسبوع الثاني، وكوريون ده كان اكسبريشن لحاجة مكونة من ثلاث طبقات، طبقة اسمها سينسيشيو تروفوبلاست، وطبقة اسمها سايتو تروفوبلاست، وطبقة اسمها اكسترا امبيريون ميزوديرم. يبقى في نهاية الأسبوع التاني الجدار بتاع الكورة بتاعتي كان مكون من تلات أجزاء: سينسيشيو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، إكسترا إمبريون ميزوديرم. دي اسمها كوريون. الكوريون دي بتبتدي تبقى متعرجة فبتعمل فيلاي، والفيلاي بتمر بتلات مراحل. لما تبقى سينسيشيو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست أسميها برايمري فيلاي. لما يدخل فيها الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، يعني سينسيشيو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست واكسترا امبريونيك ميزوديرم، اسميها سكندري فيلاي. لما بتكون جواها فيتال فيسلز كابيلاري يعني افرنت تو افرنت، اسميها تيرشري. يبقى معموله بالسينسيشيو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اكسترا امبريونيك ميزوديرم، وكمان يبقى عندنا كابيلاري موجود، يبقى يسموها تيرشري او فانكشنالينج فيلاي. يبقى الفيلاي مرت بثلاث مراحل: برايمري وسكندري وتيرشري فيلاي. ادي الكوره اللي موجوده عندي زي ما انتم شايفينها، وادي الفيلاي مالتها. الفيلاي دي مرت بثلاث مراحل: المرحله الاولانيه برايمري فيلاي، المرحله الثانيه سكندري فيلاي، المرحله الثالثه تيرشري فيلاي. ادي الفيلاي بتحوط اللي هي الكورة بتاعتي all through، وادي الجنين في نهاية الأسبوع التاني. هنا ابتدى يحصل الفولدينج في نهاية الأسبوع التالت وخلال الأسبوع الرابع. لو أنا كنت جاي ببص الكورة في الصورة اللي قبل كده، كانت الفيلاي مالية all through، بس بعد كده الفيلاي بقت restricted كويس to certain area، فرحت مقسم الفيلاي into two part. البارت اللي هو opposite الامبريونيك بول، البارت اللي هيبقى facing الديسيدوا اللي هنفهم بعد كده يعني ايه، بطلق عليه كلمة كوريوم فروندوزم. كلمة فروندوزم يعني عاملة زي الخملات، يعني فيلاي يعني. بينما الجزء التاني الفيلاي هتختفي فيه تماما، فبطلق عليه كلمة كوريوم ليف. ليف يعني سموث. يبقى انا عندي هنا الفيلاي بعد ما كانت موجوده all through بقت restricted لcertain area، دي بسميها كوريون فروندوز، وبقت في الناحيه الثانيه سموث مفيش فيلاي، اسمها كوريون ليف. يبقى الكومبوننت بتاعت البلاسينتا فيتال بارت كوريون فروندوز، يبقى البلاسينتا اللي جايه من الفيتال سايت هي الكوريون فروندوز. طب والماتيرنال سايت؟ البيبي بعد ما عملنا له امبلانتيشن، الامبلانتيشن بيبتدي في اليوم السادس والسابع وينتهي في اليوم الحداشر واتناشر، بعد ما عملت له امبلانتيشن الاندوميتريوم اللي هو اللايننج الداخلي بتاع اليوترس غيرت اسمه وسميته ديسيديوا. كلمة ديسيديوا يعني ايزلي شد، يعني بيتنزع بسهولة، أو وان بيس لأنه بينزل قطعة واحدة، يعني بعد ما البيبي بيتولد بتنزل قطعة واحدة، يبقى عندنا اسمها ديسيديوا. الديسيديو ده يبقى اسم الاندوميتريوم بعد الامبلانتيشن، بعد ما حطيت البيبي بقى عندي تلات اجزاء، في عندي جزء موجود تحت اسمه ديسيديو بيزالس، على فكره ناحيه الكوريوم فروندوزا اسمه ديسيديو بيزالس، وفي جزء تاني
اللي موجود على الكوريونيك ليف اسمه ديسيديوا كابسولاريس كبسول، والديسيديوا الاخرانيه هي ديسيديوا بارايتاليس، كلمه بارايتال يعني جداريه، بيزاليس هي البيز، هي دي بقى تبع البلاسنت. كابسولاريس كبسول عامله كفرنج للجنين، بارايتاليس جداريه موجوده ناحيه الجدار بتاع اليوترس. وكل شويه على فكره الكابسولاريس والبارايتاليس بيكبروا وبيقربوا من بعضهم ويلحموا مع بعضهم، وبيحصل اوبليتريشن لليوتراين كافيتي، كان فاضي الاول وبعدين شويه شويه هيحصل اوبليتريشن. يبقى بقى في النهايه بقى عندي تو كومبوننت، جزء جاي من المذر ده ديسيديوا بيزاليس، وجزء جاي من البيبي الكوريون فروندوزا. من التو كومبوننتس توجذر بيتكون عندي البلاسنتا. يبقى اول حاجه عرفنا هي ما هي الكومبوننتس بتاعت البلاسنتا. دي لقطه خدها بقى للبلاسنتا جاست اونلي عشان نشوف الانترنال ستراكشر، ادي الديسيديوا بيزاليس وادي الكوريوم فروندوزم اهو اللي موجود عندي. الانترنال ستراكشر بتاعت البلاسنتا ان شورت الفيلاي، يبقى عندي كوريونيك فيلاي. اتنين عندي انتر فيلاس سبيسز، سبيسز موجوده بتوين اللي هو الفيلاي. تلاتة عندي ديسيديوال سبتا او بلاسنتال سبتا. يبقى عندي هنا ثلاث حاجات نقدر نقول عليها انترنال ستراكشر. طبعا احنا بنتكلم فورس امبريستي. ادي لقطه كامله اهو، ادي الجنين اهو موجود عندي، واديني مركز على اللي هو الانترنال ستراكشر. اول حاجه الفيلاي، احنا اتفقنا انها تيرشري فيلاي، يعني سنسيشن تروفوبلاس تروفوبلاس اكسترا امبريونيك ميزودرم، وعندنا كابيلاري افرنت ويفر. الفيلاي دي نوعين، نوع اسمها انكورينج فيلاي، انكور يعني عامله زي هلب السفينه يعني مثبته، ونوع تاني اسمه فلوتينج فيلاي او ابزوربينج فيلاي. بقى عندي انكورينج فيلاي وفلوتينج فيلاي. انكورينج بتعمل تثبيت في الديسيديو بيزيلز. طب والفري او فلوتينج؟ كويس، الفري او فلوتينج او الابزوربينج فيلاي بتفضل فري. بقى الفيلاي نوعين بس، احنا اتفقنا كده ان الجزء بتاعي اللي هو دول هو ايا كان هي تيرشري فيلاي، يعني سنسيشن تروفوبلاست سيتروفوبلاست اكسترا امبريونيك ميزودرم، وعندنا الكابيلاري. يبقى اول حاجه في تركيب البلاسنتا كوريونيك فيلاي. تاني حاجه الانتر فيلاس سبيسز، السبيسز اللي موجوده بين الفيلاي، السبيسز اللي موجوده بين الفيلاي دي بتتملي بالماتيرنال بلاد، هي سبيسز بين الفيلاي بتتمل بالماتيرنال بلاد. يبقى عندنا هنا ادي الاندوميتريوم سميناه بعد الامبلانتيشن ديسيديوا، بيبقى فيها ارتريز اسمها سبايرال ارتري، بورز اتس سكريشن انتو انتر فيلاس سبيس. يبقى الانتر فيلاس سبيس بتحتوي على ماتيرنال بلاد، بينما الفيلاي اللي هي عندي هنا بتحتوي على فيتال بلاد. يبقى عندنا هنا يبقى تاني حاجه موجوده عندي يبقى اللي اسمها الانتر فيلاس سبيسز موجوده بتوين الفيلاي، مليانه زي ار فيلد ويز ماتيرنال بلاد. يبقى تركيبه البلاسنتا يبقى فيلاي اتنين سبيسز اسمها انتر فيلاس سبيسز. نمبر 3 بتنزل عندي من الروف اند نوت ريتشنج الفلور، وات وي كول ذا بلاسنتال سيبتا. والبلاسنتا سيبتا نزولها دي قسم لي الماتيرنال سيرفيس الماتيرنال سيرفيس اللي هو ناحية الديسيديوا into what we call the cotyledons. cotyledons يعني كلمة cotyledon يعني الفلقات القصيمات، يعني لو حد فيكم يشوف الزرع كده تلاقيه بيتفلق كده يعني. يبقى كويس from 15 up to 20 cotyledons. يبقى نتيجة ايه؟ نزول السبتة اللي اسمها placental سبتة. يبقى internal structure villi which is tertiary villi, enter villus spaces filled with maternal blood or villi filled with fetal blood. وعندنا تالت حاجة عندي السبتة. تالت حاجة placental barrier أو placental membrane. في الحقيقة هو التيشو اللي separating between the fetal blood and maternal blood. maternal blood موجود في الانتر villus space وفيتال blood موجود في الكابيلاريز. اللي فاصل ما بينهم اسميه بلاسنتال بارير. واضح؟ يبقى اربع حاجات، هو الجدار بتاع الفيلاي السنسيشن تروفوبلاست
السيتوتروفوبلاست، الاكسترا امبريونيك ميزودير، والاندوثيليوم بتاع الفيتال بيسلز. يبقى اربع طبقات: سينسيشيوتروفوبلاست، سيتوتروفوبلاست، اكسترا امبريونيك ميزودير، والاندوثيليوم بتاع الفيتال بيسلز. بس ليتر اون في البريجنانسي بقى طبقتين، بيفضل اول واخر طبقه فقط. الاندوثيليوم بتاع الفيتال بيسلز مش هيختفي، والسينسيشيوتروفوبلاست. يبقى البلاسينتال بارير with aging كويس late in the pregnancy it becomes just only 2 layers. يا ترى شكل البلاسينتا ايه؟ الفول تيرم بلاسينتا بلاقي شكلها زي ما تكون discoidal in shape، الديامتر بتاعتها 15 ل 25 سنتيمتر، يبقى 15 ل 25 عرض وطول، الثيكنس 3 سنتيمتر، والويت 500 جرام نص كيلو. يبقى البلاسينتا يبقى ديسكويدال ان شيب، الدايمتر فروم 15 اب تو 25 سنتيمتر، ثيكنس 3 سنتيمتر، ويت 500 جرام. It has two surfaces of course. Surface facing البيبي اسمه فيتال سيرفيس، والسيرفيس الاخر facing المذر اسمه maternal surface. السيرفيس ده smooth واتشد للامبليكال كورد وفيسنج البيبي، واللي معمول بالكوريوم فروندوزم اسمه فيتال سيرفيس. والسيرفيس ده فيسنج اليوترس which is rough، معمول بالديسيديو بيزاليس، وفي كوتريدون اسمه maternal surface. يبقى احنا عندنا we have two surfaces: fetal surface معمول بالكوريوم فروندوزم، لكن maternal surface معمول بالديسيديو بيزاليس. Fetal surface smooth covered with amnion واتشد للامبليكال كورد، لكن الماترنال سيرفيس رف والريجولار، ويتميز بوجود from 15 up to 20 كوتليدونز اللي هي الفلقات او القصيمات. الامبليكال كورد على فكره اتشد نير السنتر بتاع الفيتال سيرفيس. خامس حاجه بنقولها اللي هي الفانكشن بتاعت البلاسينتا. What is function of the placenta? What are functions of placenta? Number 1 البلاسينتا it is the lung of the baby. مهمتها respiratory function، ما بياخدش نفس، يبقى هي بتدي له اكسجين، تاخد منه كربون دايوكسيد. هي الجي اي تي بتاع البيبي، بتدي له النيوتريتيف ماتيريال وتاخد منه الاكسكريتوري برودكت. يعني هي شغاله مكان الجي اي تي ومكان الكدني كمان، يعني ليها اكسكريتوري فانكشن. يبقى شغاله مكان ثلاثه سيستم موجوده عندنا في الجسم: respiratory وجي اي تي وكدني فانكشن. اربعه بتعمل بروتكشن اللي هو بلاسينتال بارير. بلاسينتال بارير ده تعدي عن طريقه حاجات وما تعديش عن طريقه حاجات. يعني مثلا الاي جي جي انتي بادز بتعدي عن طريقه، لكن الاي جي ام والاي جي ام ما تعديش عن طريقه. تلاقي مثلا فور اكزامبل الاسترويدال كويس هرمون تعدي عن طريقه، لكن البروتين هرمون ما تعديش عن طريقه. تلاقي عن طريقه ممكن بعض الديزيزز تعدي عن طريقه كويس اند سو اون. يبقى ليه بروتكتيف فانكشن. الأم بتتميز بالسكريشنز أو البلاسينتا بتتميز بالسكريشن بتاع ميني هرمونز، منها بروجستيرون والأستروجين. HCG هو الهيومن كوريونيك جوناتوتروبين، دي الليترانزيك هرمون لايت أكشن، ده اللي احنا بنستخدمه علشان ديتكتينج البريجنانسي، ولولاه ما كانش كامل الحمل، لأن البلاسينتا محتاجة إنها كويس إن هي يكمل الحمل. إزاي؟ عن طريق وجود الليترانزيك هرمون. طب الليترانزيك هرمون ما بيفرص بس في البريجنس، لكن HCG لي الترانزيت هرمونال اكشن. ميلانين سبريدنج فاكتور، هرمون بيفرز وبيغير حاجات كتير، بيعمل بيجمنتيشن للبريجننت ماذر. لو جيت تشوف النبل والاريولا بتاعتها كانت الاول بينكش ان كلاريشن، شويه تلاقيها براونش ان كلاريشن، لا تلاقي في استرايا موجوده في الابدومن اسمها استرايا جرافيديرا اند سو اون. في الوان ساعات بتطلع كلف كده حوالين عند المناخير سموها كلوازما اوبريتا. ريلاكسين ده بيعمل ريلاكسيشن دي اللي هو الجوينتس علشان ديورنج ليبر كويس. هيومن بلاسينتا لاكتوجين، لاكتوجين عشان السكريشنز بتاعت الملك كويس، محتاج البريست يحصل له جروث اند ديفلوبمنت. يا ترى ايه الانوماليز بتاعت البلاسينتا؟ الانوماليز ممكن نقسمها الانوماليز ان شيب، انوماليز ان انفيجن، بلاسينتا بريفيا، انوماليز ان بوزيشن،
كويس anomalies in attachment of the cord. أول حاجة anomalies in shape. ممكن الشيب بتاع البنسنت أنا قلت إن هي ديسكويدل تبقى باي ديسكويدل باي روت. ده واحد. ممكن اكسسوري أو ساكسنتيوريت بلاسنتا. والساكسنتيوريت بلاسنتا هتلاقي فيه بلاسنتا موجودة أساسية وواحدة إضافية. تفرق إيه عن الباي لوبت؟ الأرت لما يجي هنا بينقسم إنتو تو برانشز. الساكسنتيوريت الأرت اللي بيدخل في المين وبيجي سايد برانش للأكسسوري لوب. كويس؟ يبقى عندي كويس باي ديسكويدل بلاسنتا أو باي لوبت بلاسنتا، أكسسوري بلاسنتا أو ساكسنتيوريت بلاسنتا، بلاسنتا ميمبرنيشيا. الاثنين كوريون بيفضلوا، الكوريون فروندوزم والكوريون ليف اور ثرو. يبقى تلاقي الكوريون فروندوزم الاول المفترض ان يفضل عندي الكوريون فروندوزم، لكن الكوريون ليف يختفي. كون انها تبقى موجوده اور ثرو بيسموها ميمبرانس بلاسنتا او بلاسنتا ميمبرنيش. دي انوماليز في الشيب. انوماليز في الانفيجن الاكرياتا، ان البلاسنتا بتعمل انفيجن للمايوميتريوم بس بارشلي. انا عندي اللاينينج بتاع اليوترس اندوميتريوم مايوميتريوم بيريميتريوم. الطبيعي البلاسنتا معموله بالديسيديو بيزيلز اندوميتريوم فقط، لكن لو ابتديت اعمل انفيجن للمايوميتريوم اسميها اكرياتا، ودي فيري كومن يعني كويس فيري كومن يعني تمثل 75% اوف اول اذر، يعني الحاجات الثانيه هتمثل 25%. اسمها بلاسنتا اكرياتا. انكريتا وبير كريتا كويس. انكريتا بتاخد all through the myometrium، يبقى اكرياتا او اكريتا بتاخد partial myometrium all through انكريتا. بيركريتا بتوصل لغاية البيريميتريوم وممكن تعمل انفيجن بقى all through، يعني ممكن تروح واخدة كمان معها اليورينري بلاد. يبقى اكريتا او اكرياتا دي بتاخد partial myometrium، انكريتا كويس هتاخد كل الميومتريوم، بيركريتا كويس يبقى بتاخد البيريميتريوم كمان، يعني الميومتريوم والبيريميتريوم، وبتوصل ممكن توصل لغايه اليورينري بلاتا. This is malignant. حاجه very aggressive وساعات بيحالجوها بالكيموثيرابي وساعات ما تستجبش خالص ومضطرين ان هم يشيلوا اليوترس otherwise كويس هيبقى في disaster. Anomalies في البوزيشن. الحقيقة ده احنا شرحناها مع موضوع اللي كان اسمه implantation، فاحنا بس بنذكر بيه. البلاسنتا normally behind the baby. If it comes in front of the baby it's called breva. Placenta brevia. Placenta brevia. Brevia معناها to come in front of. Normal هي behind. لكن to come in front of يبقى اسمها placenta brevia. ممكن يحصل abruption للبلاسنتا. This is anomalies أو abnormalities abruption إنها تنفصل. يبقى أنا عندي هنا البلاسنتا بريفيا، والبلاسنتا بريفيا بيقسموها سنتراليس مارجيناليس لاتراليس أو بتوع الناس اللي بدونها تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4. The last part is anomalies in attachment of the cord. ممكن الكورد يبقى ماسك في المارجنال، اسمه مارجنال اتاتشمنت. باتل دور، باتل دور يعني التنس لايك، عامل زي التنس. الطبيعي ان الكورد بيمسك نير السنتر، لكن لما يمسك في المارجن اسمه مارجنال اتاتشمنت. فيلامنتس يعني هوائي، يعني الكورد بينتهي بعيد، تيجي البرانشز بتاعت الارتري اللي بتوصل هي لغايه البلاسنتا، يعني معناها الاتاتشمنت ضعيف، يعني ممكن يفصل. كويس يبقى جاست اون الارتريز ريتشز، الارتريز ريتش ذا بلاسنتا ثرو ذا ميمبرين. ادي صوره اهي للبلاسنتا كويس، الفيلامنتس بلاسنتا، البلاسنتا الهوائية. أجي الكورد بتاعي انتهى، طلعت الارتريس through the membrane it reaches the placenta so it is called the filamentous placenta كويس أو البلاسنتا